كابتن أسامة، ألف مبروك، فوز غالي للنادي الأهلي على المقاولين النهاردة، بيواصل بيه النادي الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري العام. مظبوط، يعني احسن ما في المباراة النهاردة ان احنا كسبنا، مظبوط، خدنا الثلاث نقاط، لكن غير كده اداء طبعا مش حلو على مدى الشوطين، وبالذات الشوط الثاني كمان شوط عشوائي جدا. في رغبة في الفوز، يعني اللعيبة بتجري وبتحاول بس ما فيش سيطرة على المباراة، ما فيش سيطرة على اللعب، التمرير خاطئ كتير جدا، في عصبية في الأداء، التلت الأخير ما فيهوش وضوح في اللعب، سواء من الأطراف سواء من العمق سواء حتى الخطورة كمان قلت عن الشوط الأولاني. يعني الشوط الأولاني في كورتين ثلاثة شكلهم ممكن يجوا جوان، الشوط الثاني يعني تقريبا كرة أو كورتين اللي فيهم بتاعت عبد القادر اللي اتعملت حلوة قوي، ودي احسن كره اتعملت الشوط الثاني، اللي فوتها امام وراح عمل عبد القادر حطها ببطن القدم خارج المرمى، والتسديده اللي جت فيها الجون. يعني الحمد لله على المكسب. في واحد عبد القادر كان عايز يحطها في العده، وراح عايز يحطها ببطن رجله في الجون، المفروض يلعبها بالعرض، لازم يلعبها، المفروض يلعبها بالعرض. لكن يعني بعد الخساره من سان داونز والخروج كنت محتاج المكسب، كنت محتاج المكسب، فهو المكسب حلو وزي ما قلت لك احسن ما تتحقق النهارده، لكن اداء صحيح في بذل جهد كبير من بعض اللعيبه، في ناس بتحاول، في ناس، لكن تركيبه الفرقه ما تحسش ان 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 في سيطره على الاداء في الملعب، ماتش تخبيط ورايح جاي وكره بتتقطع كتير في نص الملعب، وهنا الملعب مفتوح وهنا الملعب مفتوح. حتى المقاولين الشوط الثاني، وده طبيعه الحال، احنا قلنا كده هو مغلوب الشوط الاولاني، الى حد ما ابتدى يروح في يعمل بعض ريحه الخطوره على النادي الاهلي، لكن مش خطوره برضو كبيره، فالماتش اتفتح من هنا ومن هنا، لكن استمر الاداء مش حلو لغايه لما هاني جاب جون، ودي كانت نقطه فارقه في المباراه، لان احنا يعني كنا خايفين جدا اللي حصل في ضربه الجزاء اللي جت عشوائيه دي، الراجل رمى اوت طويل، ديانج بينط راحت خطه في ايده، كان ممكن قبل جون هاني يحصل كده او في الدقيقه الاخيره يحصل كده وتلاقي تعادل، رغم ان المقاولين ما يعتبرش عمل حاجه في الشكل الهجومي يعني جيده، مظبوط، ولكن الجون بتاع هاني امن الموضوع ده، لانه الكوره طالما 1-0 لا تامنها، ما يعني طول ما هي 1-0 في اي لحظه يحصل اي خطا تافه، وجات الكوره في ايد ديانج واتحسبت ضربه جزاء. فمبروك المكسب، كان مهم ان احنا نطلع من الموضوع بتاع الماتش اللي فات، لكن يعني الاداء استمر شويه مش جيد، وطبعا 9 تغييرات كتيره. انا هكلمك بعد كده على الموضوع ده. يعني ما هو سبب في انه الاداء مش متسيطر عليه، يعني بعض الاحيان ما كانش فيه تجانس، ما تحسش انه فيه تجانس، هو فيه جري وحماس واللعيب عايز تلعب، بس مفيش. بس مبروك الحمد لله 3 نقاط النهارده.